قال صلى الله عليه وسلم عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهو أول حديث يسمع في مجالس السماع. ومجالس السماع أيها الكرام الفضلاء هي مجالس معروفة عند السلف رحمهم الله. فالفيروز بادي يقول: قرأت البخاري في مجلس في يوم واحد، البخاري كله في مجلس واحد، لا ما فيش أوف، في ما شاء الله في مجلس واحد. ومجالس السماع ما زال معمولا بها في بلاد الباكستان والهند وغيرها من تلك البلاد، يجلسون جلسة واحدة من الفجر إلى العشاء، كما يذهب الناس ويشاهدون المباريات في أقاصي الدنيا من الأيام والليالي، ما يمل يقعد يشجع حتى يبح صوته وهو في قمة النشوة، صح ولا؟ فكذلك أهل الحديث هم في قمة النشوة والسعادة لما يمرون بقول حدثنا وأنبأنا وأخبرنا. وسنبدأ بكتاب بر الوالدين البخاري رحمه الله، عنده جزء كامل، وتسمى هذه الكتب الأجزاء، كما في جزء رفع اليدين في الصلاة إلى غير ذلك، عنده جزء كامل سماه بر الوالدين، جمع كل الأحاديث التي تختص بهذا الموضوع.